المترشح الحر عبد المجيد تبون يراهن على مواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال تخفيض الضرائب ورفع الأجور التي يعتزم أن تبلغ نسبة 100% في آفاق 2027. لماذا؟ لأن عندما يقوم بتخفيض الضرائب يقوم برفع الأجور في آفاق 2027، وهذا البرنامج تاعو الحالي أنها توصل إلى 100% بإذن الله. العمل على بلوغ 400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام لتحقيق انتقال الجزائر إلى دولة ناشئة. العمل على بلوغ 15 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات نهاية 2025، وبلوغ 30 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات قبل نهاية 2030. كما لبيت نداء أول نوفمبر 54، لبوا نداء الجزائر يوم 7 سبتمبر 2024 ورجل المرحلة هو عبد المجيد تبون. مرشحنا الحر عبد المجيد تبون تدافع عنه إنجازاته. نحن الآن ندافع لا ندافع، نساند وندعم خيار منطقي، خيار لمصلحة الجزائر، خيار حقيقي كما يقول المؤشرات بينه وتقييمه احنا عملناه، ونمضي لمرافقة الرجل الذي ليس له أي نية سوى خدمة الجزائر. الموعد للانتخابات الرئاسية مهم، نحن في الجزائر يجب أن نجعله نقطة تحول في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كل المجالات. لما لي برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون من أهمية كبرى، والتفاصيل وكل ما فيه، يعني أنا أنصحكم أنكم تطلعوا عليه، لم يهمل أي تفصيلا، يواكب ما نحن فيه، يستشرف المستقبل، ويأخذ بعين الاعتبار كل الاختلالات وكل الثغرات وكل ما لم يصل من إنجاز إلى مستوى ما نطمح إليه أو ما يطمح له شعبنا.